ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار، قال: ولذلك اعترف واضعها بوضعها، قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. قال بعض جهال والضاعين في هذا النوع قالوا: نكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نكذب عليه. قال: ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد.